هعمل معاكم النهارده طاجن عدس اصفر بالبدنجان والبيشاميل، شيء لطيف وجميل وفيه مواد غذائيه كلها على بعضها كده ايه كامله تماما. معايا عدس اصفر، والعدس على فكره فيه اخضر وفيه اصفر وفيه محمر كده، وفي العدس ابو جبل. عايزين العدس الاصفر اللي هو بتاع الشوربه العادي اللي بنشربه، تمام اوكي. زيت نباتي، ومعايا توم يعني متقطع غليظ شويه، وبصلايه كده مثلا ايه متوسطه بالنوزي تقطع رفيع، ومعايا مرق. المرق بقى تحطوه فراخ تحطوه لحمه، بس هو مرق يعني كده. في ناس تحب تعمله بال شو اسمه بالميه، بس يعني المرق هيديني بروتين حيواني وطعم الطف شويتين ثلاثه. وبعدين معايا البدنجان، معايا شويه طماطم مخليه، وصوص البيشاميل. تعال نبتدي بقى، هنعمل كده، نعمل كده ونحط الزيت هنا اوكي، واحط معاه الثوم. ولما الثوم تطلع ريحته كده وبتاع شيء جميل ولطيف، ابتدي ايه احط له البصل. ليه بقى؟ انا مش عايز ايه، مش عايز الثوم يتقدح، مش عايز الثوم تطلع ريحته المحمره، مش احلى حاجه اوكي كده. عايز الثوم بس ايه يشقشق كده معايا، يطلع منه كده ايه فهو في الزيت كده يبتدي يبقلل. وريني بقى. والبصل، ونقلب. اللي عايز اقوله بقى ايه، انه نفضل عيننا على الحاجه دي علشان ما يحبش حاجه منها توصل في مرحله سوى الزياده، عشان مش هيبقى احلى حاجه. احط العدس، وريني كده الريحه بس. نحط العدس، واعمل تقليبتين. احط بقى المرق، يعني هنحط لو العدس كوباية حط 3 كوبايات مية، مرقة طبعا انا قلت مرقة احلى، ها، واسيب الدنيا دي ايه لما العدس ده يستوي خالص. خليني احط له شوية طماطم دلوقتي. طبعا لسه جميل، خلي الطماطم معاه عشان الطماطم تحط في المرحلة دي هتتهري مع استوية العدس تبقى حلوة قوي. حطوش بقى ايه جزر ولا كرفس ولا كلام من ده. انا عايز بقى املحه في المرحله دي، يلا نملح. وممكن برضو نحط شويه فلفل، نونه صغنونه، 8 معالق اوكي، ونقلب. عايزين تحطوا له في المرحله دي شويه شطه، والله ايه بتاعتكم. ممكن عايزين تحطوا قرن فلفل حامي وبعدين تشلوه، برضو بتاعتكم. بس ما تحطوش هليسه. ليه؟ لان هيبقى اللون على احمر. خلاص يلا نشوف بقى كده. 10/10 حلو قوي. يلا ناخد بقى طاجن ونعمل الاتش. بدنجان متقشر ومقلي ويتقطع عريض، يتقطع ايه عريض. ناخد طبقه كده صغننه كده منه، ونحط فوقيه العدس. ثم طبقة أخرى. أوكي. جميل جميل. يلا صوص بيشاميل بقى عليه من فوق. اوكي. والبيشاميل هنا عايزه تقيل قوي، مش يعني زي المهلبيه كده.
وبعدين واحدة ولا اتنين من فوق كده. يلا ادخل بقى الفرن، اخد وش واقدم. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.